تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. وعليكم السلام. اقصر جزاك الله بالخير. بندر اقصر التلفزيون الله يعافيك. يا شيخ انا كنت مع جماعة التبليغ. طيب. واتضح لي ان منهجهم منهج بدائي وفي تصوف وتبت من يعني اخذت معهم 5 سنوات كذا. فالان اقدر احذر منهم يا شيخ؟ هل يجوز لي احذر منهم؟ شكرا. خصوصا ان اخواننا بالسعوديه ياخذينها وسيله دعويه وكذا. طيب واضح سؤالك. الحق الذي ليس فيه كدر هو الله وبالله وتالله عندنا 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 والف عندنا وان رغم انفك وانف من يصفق لك. يا اخي في السعوديه والحمد لله عندنا الدعوه، عندنا وزاره مستقله للدعوه والارشاد وفيها علماء، ونحن على طريق صحيح وعلى عقيدة التوحيد، ولسنا بحاجة إلى أن نستقدم دعوات مجهولة ولا ندري من أين صدرت. وما دام أنك عرفت هذا والحمد لله وتبين لك ما عند جماعة التبليغ، الواجب عليك أن تحذر منها. ما يسعك السكوت وأن تعلم عليها مآخذ، يجب عليك أن تحذر منها، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن والحمد لله في بلاد التوحيد، في بلاد الدعوة، عندنا وزارة مخصصة للدعوة والإرشاد. كيف يجون ويدعون إلى الله ويقتحمون بلادنا ويقتحمون أولادنا ويقتحمون القرى والبوادي؟ لا يجوز تمكينهم من هذا. ويجب أن الدعاة إلى الله الذين عينتهم الدولة وعندهم أهلية أن ينتشروا في هذه البلاد، وأن لا يكون مجال لغيرهم ممن يفيدون إلينا. نعم. جزاكم الله خير الشيخ صالح. الحقيقة إن أذنت لي في طرح سؤال يتخصص في هذا الموضوع، وهو أن الشباب بحاجة أن يكونوا مع علمائهم الموثوقين الربانيين، يسألونهم يرجعون إليهم. لعل لكم أيضا توجيه حول هذه النقطة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال لحذيفة بن اليمان: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم الجماعة واجب، والشذوذ من شذ شذ في النار. فالواجب أن نكون مع جماعة المسلمين، مع ولاة أمورنا ومع علمائنا، وعلى ما نشأنا عليه من العقيدة الصحيحة، وما تعلمناه في مدارسنا وفي مساجدنا. ولا نستورد من هنا وهناك، أو نتيح الفرصة لمن يأتينا من هنا وهناك، ولا ندري من أين صدر، ولا ندري أين تعلم، ولا ندري ما هي طريقته. نعم. تمرة الأحباب حنظلة العدا، أنا غصة في حلق من عاداني، وأنا المحب لأهل سنة أحمد، وأنا الأديب الشاعر القحطاني.